بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت فإذا البحار فجرت فإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين فما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Geçmişlerimiz olduğu için başta cennet yiğit kardeşimiz olmak üzere dün şehit olan beş kardeşimiz ve tüm şehitlerimizin ruhları için haseten Allah rızası için El-Fatiha. Allah'a emanet olun.